السلام عليكم ورحمة الله. ايفون 6S بلس، الجهاز طايح في مي، نشوف بس حالة الجهاز. نشوف هنا في تكلس مي، وهنا فيه وهنا فيه. طبعا الجهاز سحبته على الباور سبلاي، نشوف السحب على الباور سبلاي. في سحب قبل التشغيل تقريبا 10 20. تمام، نشغل الجهاز، يسحب 80 90 ويرجع 0، 80 90 ويرجع، يعني متذبذب ما هو ثابت. تمام، لو جينا على الباور زد، تمام نشغل، هنشوف. لا لحظة شوي، نعمل هنا. تمام هنشغل، هذا المخطط البياني، والقراءة السحب موجود أسفل. تمام نطفيه. نوصل الجهاز على الاي ريبير، نشوف الخطأ اللي يطلع لنا. تمام نوصل، هنشوف الخطأ 184 184. مثل ما ذكرنا 4 5 أعطال يحددها رقم البانيك. حنبدأ في أسهلهم، حنبدأ في فحص خطوط الاي تو سي، ونشوف هل في عليها التماس أو لا. طبعا خطوط الاي تو سي مثل ما حنشوف الآن، حنفتح المخطط. بس يفتح معنا. تمام، بداية بس نفتح ال نجعل المخطط على 6S بلس، ونكتب I2C، نروح المسارات ل I2C0 و1 و2. بداية نروح على I2C0، نضغط
هنشوف أقرب مكثف أو تست بوينت بإمكاننا نفحص عليه. هنضغط next. اي سي باور next. بيت الشريحة. معالج. تست بوينت تحت الصاجة حيكون. هنا في مجموعة مكثفات. تمام. هنا في مجموعة مكثفات. هنروح على المخطط. على البورد. تمام. هذا هو. تمام. حيكون تحت المكثف الكبير. يعني هذا هو المكثف الكبير تحت منه جهة اليمين. تمام. نروح على البروب. نجيب نفحص نشوف هل في ممانعة او في عليه شورت. تحت المكثف الكبير جهة اليمين. بس ما هو شغال. تمام. لحظة شوي. تمام. الآن اشتغل. تحت المكثف الكبير جهة اليمين هنشوف فيه ممانعة. تمام. الممانعة موجودة. تمام. نرجع على المخطط. هنضغط تحت نحذف I to C delete ونكمل I to C 0. جهة اليمين نفسه جهة تحت. يعني المكثفين اللي تحت. هنروح المخطط. طبعا في المي مدمر الدنيا. هنروح على المكثف في الجهة السفلية. طبعا الممانعة رقمها غريب. الجهة العلوية سليمة. الجهة السفلية تمام متصلة مع اي سي الباك لايت. مع اي سي الباك لايت. طيب الان عندنا الاي تو سي الثاني في مشكلة. حنرجع عليه. حنحذف ونكمل مع بعض الداتا. اي تو سي زيرو داتا موجود معنا. ليش لحظة شوي. تمام. احنا مسحنا اللي كنا كاتبينه اللي هو هذا اللي كنا نفحصه. هنحذفه. تمام. ونضغط ديليت ونضغط انتر ونروح على مسار الداتا. هنشوف هو المكثف اللي في الزاوية. المكثف اللي في الزاوية. هنرجع على المخطط. هنشوف المكثف اللي في الزاوية في عليه ممانعة او لا. اللي هو حيكون معنا هذا. تمام. في عليه التماس. في شورت. في شورت. هذا ارضي. هذا عليه شورت. تمام. نرجع المخطط. الان حددنا احنا في البداية اي تو سي زيرو. اي تو سي زيرو اللي هو مرتبط داتا. مرتبط في اي سي البيانات واي سي الباك لايت. متصل في اي سي البيانات واي سي الباك لايت. والمسار الثاني تمام متصل معنا في اي سي الاضاءة فقط. ما هو متصل في اي سي البيانات. يعني احتمال كبير يكون مشكلتنا في اي سي الاضاءة. الان خلصنا من الاي تو سي زيرو. عرفنا انه في مشكلة قد تكون في هالجهة. هنحذف بالكامل. تمام. ونعمل انتر. وحنروح على اي تو سي واحد الكلوك. تمام. ونعمل نيكست. نيكست. ندور على تيست بوينت بامكاننا نفحص عليه. تمام. هنروح على البورد. ثالث واحد. ثاني واحد من الجهة الصغيرة من المكثفات الصغار. هنروح على البورد. ثاني واحد هو هذا. هنشوف في عليه ممانعة سليمة. تمام. هنشوف الممانعة سليمة. هنروح للي بعده اللي هو اي تو سي واحد كلوك. هذا كلوك. هنروح للداتا. تمام. نضغط اللي هو ثالث واحد. هنروح لثالث واحد. واحد اثنين ثلاثة اللي هو هذا. هنشوف الممانعة سليمة. تمام. نرجع اي تو سي واحد خلصنا منه. نحذف نضغط انتر. اي تو سي اثنين نروح على الكلوك.
نعمل نيكست. في الكونكتور السفلي جي 3100 ثاني رجل، جي 3100 ثاني رجل، نروح على المخطط ثاني رجل، هنشوف ممانعتها سليمة. هنرجع على المخطط ونحذف ونعمل انتر ونروح على الثاني، نعمل نيكست. تمام. حنروح على نفس المكان اللي فيه المي معبية الجهاز، المكثف جهة اليمين جهة اليسار، حنروح على المخطط. تمام، هذا هو. حنروح على هاي الجهة، تمام، في ممانعة. تمام، نحذف نرجع على المخطط. مشكلة الواحد يروح ويرجع يروح ويرجع وينسى. تمام، نروح على الداتا. الداتا متصل فين؟ متصل في أول مكثف بعد الاثنين، أول واحد من الأعلى. هنشوف مكان ثاني يكون سهل. أيوة، على الكونكتور ثالث رجل، على جي 3100 ثالث رجل من تحت. تمام، واحد اثنين ثالث رجل، نشوف الممانعة سليمة. فإذا احنا مشكلتنا في الاي تو سي اول واحد اللي فحصناه. حنشوف هذا تمام، احنا اللي فحصناه اللي هو مشكلتنا في هذا. مبدئيا راح نرفع اي سي الباك لايت ونشوف الشورت حيروح معنا والجهاز ما في عليه بانيك خطأ. حنرفع اي سي الباك لايت ونفحص ونشوف، وبعدين نرجع لاي سي البيانات. تمام، بالبداية نرفع اي سي الباك لايت، اي سي بيانات، اي سي باك لايت، اثنينها اذا تحلت المشكلة وفتح معنا الجهاز يصير معنا بس موضوع تبديل اي سي هات، موضوع سهل. الان بس نرفع الاي سي. طبعا انا ماني منظف البورد لانه في بعض الاحيان نحتاج المكانات اللي يكون في عليها اكثر تأكسدة، بس احنا حفظنا فين موجودة. الان نجيب الفرشة، تمام، بس فحص سريع كده نشوف هذا اللي كان فيه عليه التماس، ما زال الالتماس فيه. المكثف هذا سليم سليم سليم، تمام، هذا اللي احنا فحصناه. نرجع بس على المخطط اللي فحصناه، شفنا فيه عليه التماس اي تو سي 2 اي تو سي 2 اي تو سي 0 اللي هو هذا. تمام، اللي هو هذا اللي شفنا فيه عليه التماس او اللي شفنا عليه ممانعة عالية. تمام، اللي هو هذا 800، يبدو الممانعة سليمة. طيب الان انا عندي متهمين،
لو رحنا على اي سي البيانات وجينا نفحص كده سريع بس نشوف الدنيا فيها ايه. هذا سليم تمام، وهذا سليم. هذا حيكون معنا بعيد تمام. الاثنين هذول طيب، اللي بعده تمام، هذا معطيني شورت اي تو سي داتا اللي هو نفسه. ايوه نفسه. طيب خلاص، احنا هنرفع اي سي البيانات، توكل على الله نرفع اي سي البيانات ونشوف حيصير معنا ايش. هو الشغل بهذا الاتجاه الهواء يطلع خارج البورد افضل ما نحط بالجهة الثانية، اذا الهواء يطلع معنا خارج البورد صحيح البورد كله حيسخن لكن اخف.
بس شوي تبرد البورد. تمام، نرجع نفحص نشوف وضع الممانعة. تمام، ما زالت الشورت، ما زال الشورت موجود. تمام، ما زال الشورت موجود، ف هنروح على اي سي إضاءة نرفعه. في حال راح معنا الشورت، تمام، حنرجع نركب اي سي البيانات ونشوف الشورت حيفضل موجود ولا حيرجع. بهالحالة يكون رجعنا اي سي البيانات في طريقة رفع توفي الارجل تبعه نفس زي ما هي، يرجع يشتغل معنا الجهاز بإذن الله. تمام، اي سي البيانات، اي سي الباك لايت، اثنينها مرفوع. في حال ما زال الشورت موجود حيكون في عندنا مشكلة، اما في اي سي الباور او في المعالج. اذا كان الشورت ما زال موجود والاثنين ما زالت راكبة، اي سي الباور والمعالج، راح اكتفي بهذا التصوير لغاية ما نشوف الزبون في حال رغبته في التصليح او لا، لانه التكلفة حتكون اعلى اذا كان موضوع اي سي باور ولا معالج. في حال راح الشورت حنكمل خطوات ونشوف اي سي هات ونركبها ان شاء الله. في حال ما كان الموضوع كبير فنكتفي وعرفنا طريقة تشخيص العطل. هنشوف بس يبرد البورد شوي. تمام، حنرجع نشوف. الممانعة رجعت. تمام، الممانعة رجعت على الرجل سليمة. وإذا رحنا على الاي سي البيانات ورحنا على الرجل هنشوف الممانعة سليمة. وإذا جينا نضغط، إذا جينا نركب اي سي، إذا جينا نركب باور سبلاي نشوف ان شاء الله السحب يكون راح، ما في سحب. تمام، نركب على الباور سبلاي. تمام، هذا هو السحب راح. طبعا في القراءة مالنا في الخمسة، انه احنا ناخذ 100 0.3 اصفار، هاي
اجزاء مالنا فيها لان ما في سحب قبل التشغيل. لو جينا نشغل ثلاثمية مظبوط تمام، الجهاز فتح معنا. نروح على الباور زد اللي هو هذا تمام، نروح على هذا تمام ونكبر، هنشغل الجهاز هنشوف. ثلاثمية تمام، الجهاز كده فتح معنا. طبعا ما في اي سي اضاءة ولا في اي سي بيانات، لكن هذا الرسم البياني للجهاز اذا كان فاتح. الرسم البياني والسحب تحت تمام، هنطفي ونروح على المخطط ونحاول نركب اي سي البيانات اللي رفعناه ونشوف الشورت حيفضل ولا حيروح، عفوا الشورت حيرجع او لا تمام. جهة اليسار تحت نحط نتوفة نتوفة يلا نروح على اي سي البيانات اللي رفعناه نحاول نشوف اتجاهه فين. تمام هذا اتجاهه حيكون معنا بهذا الشكل، يكون معنا بهذا الشكل. هنروح للمخطط عفوا نروح للبورد، هذا اتجاهه بهذا الشكل، هنروح نركبه في مكانه بدون شبلنا بدون اي شيء في مكانه على طول. تمام نخفف الهواء عشان ما يتحرك معنا كثير. يلا انزل لازم دفة صغيرة لأن الرجول مبينة.
نشوف الممانعة هل راحت أو ما زالت موجودة. إن شاء الله يكون راحت ويوفر علينا شغل. النقطة الثانية تمام راحت، عفوا موجودة يعني ما في شورت، معليش يعني احنا ركبنا الاي سي عشان نعرف انه اي سي بيانات ولا اي سي اضاءة. تبين معنا بعد رفع الاثنين اي سي البيانات سليم، رجعنا ركبنا اي سي البيانات. حنرجع نفحص الممانعة، حنشوف الممانعة سليمة، بس لأن البورد لسه حار استنى عليه شوي عشان نشوف الممانعة ثابتة. تمام هاي الممانعة ثابتة 322، ولو جينا عليها على الاي سي نفسه اثنين اللي هو حيكون معنا هذا اللي هو نفس المسار، حنشوف الممانعة ثابتة. ما في فحص للبورد، والبورد حار لازم يبرد البورد عشان نفحص. نجي نركب الباور سبلاي تمام، ونشوف في سحب قبل التشغيل. تمام ما في سحب، 0.002. ولو جينا نشغل هاي الجهاز 300 400 800 فتح. طيب الآن لازم نعوض الاي سي، ننظف بس مكان الاي سي بداية، ننظف مكان الاي سي بعدين نعوض الاي سي في اي سي ثاني ان شاء الله. في نتوءات صغيرة نحاول نشيلها.
الآن صار جاهز عشان نركب اي سي جديد. نشوف اي سي ونركبه. شفنا فكيت انا اي سي من ايفون 6 اس، بس مثل ما شفنا كمان في كسر في الاي سي. مع ذلك ما عندي انا الا هالاي سي، ما عندي بورد يعني حاليا الا هالبورد، فاذا ما ضبط معنا او ما ظهرت بيانات وفتح معنا فنحتاج نجيب اي سي ثاني، اما يكون جديد مشبلن منظف نركب على طول، او انه يكون فك من جهاز ثاني. ومثل ما شفنا الايفون 6 اس اذا نفك الاي سي في عليه حماية، اما 6 اس بلس ما في عليه حماية، الاي سي يتفك معنا بسهولة. هنشوف بس الممانعات سليمة. تمام، نرجع على البروب، هذا الأحمر هذا الأسود، نشوف الممانعة موجودة ولا صار شورت بعد التركيب. تمام، الممانعة سليمة. تمام، لو جينا خلونا بس نكبر شوي الصورة. تمام، لو جينا نركب
باور نشوف في شورت قبل التشغيل او لا. عشرة، 15، يعني عالي، لكن مبدئيا نشوف الإضاءة رجعت. تمام، ما طلع معنا شيء في الشاشة. نركب شاشة ثانية، لأنه ممكن تكون الشاشة هي العطلانة. ما ظهر معنا شيء. تمام، فاحتمال كبير يكون مشكلتنا في الاي سي ما هو مظبوط. فاحنا اللي علينا هنرجع نرفع الاي سي، لانه شفنا في عليه كسر اثناء الرفع، صار في كسر ومع ذلك ركبناه. هنرفع الاي سي ونركب اي سي ثاني ان شاء الله يضبط. اذا حصلنا اي سي كملنا الفيديو، واذا ما حصلنا الاي سي شفنا طريقة الفحص وحددنا مشكلة البنك 1.8.4 من فين. في حال رجعنا كم، في حال حصلنا اي سي وكان في وقت للتصوير صورنا عليه، في حال ما كان في وقت للتصوير شفنا مع بعض الحل. فاضل بس موضوع تركيب اي سي، شغلته سهلة ان شاء الله. تمام، رفعنا اي سي البيانات واي سي الاضاءة، اعتمدنا يكون التنظيف يكون مضبوط والشغل يكون تمام عشان يفتح معنا الشغل يكون كامل. وهي الصاجة مكان ما رفعنا وفحصنا الاي تو سي. الآن راح نشبلن هذا اي سي البيانات والإضاءة بعد الشبلنة، صار جاهز للتركيب معنا. الآن نركب الاي سي هين في مكانهم. هنشوف هذا اي سي البيانات راكب، وحنروح نشوف اي سي الإضاءة راكب أيضا في مكانه، وهذا اي سي الإضاءة. وحنشوف البورد اللي هو نفس البورد اللي فحصنا عليه في البداية مكان الصاجة. تمام، مكان الصاجة اللي هو هذا هو. الآن حنشغل الجهاز ونشوف حيفتح معنا بإذن الله. حنشغل، تمام، اشتغل معنا الجهاز. شفنا خطأ 1.8.4 على الاي ريبير والجهاز ما كان يفتح معنا، وشفنا السحب. غيرنا اي سي البيانات واي سي الإضاءة وكان الالتماس منهم. نضيفها لسلسلة البانيك عن طريق الاي ريبير، وهذا الجهاز حيفتح معنا بإذن الله. وشخصنا العطل عن طريق الاي ريبير وحليناه عن طريق التغيير الاي سي هين. تحياتي للجميع، اخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.